بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد. برحب بحضرتك جميعا على منصة العمل المستقبل، مع إبراهيم مدير ومؤسس منصة العمل المستقبل. نلتقي بحضراتكم اليوم على منصة Our Programming in Research للدكتور محمد عبد الله دخيل، مدرس بكلية العلوم جامعة حلوان. يا ريت نركز مع الدكتور ويا دكاترة، وأي استفسارات تخص المحاضرة بتاع النهاردة إن شاء الله هتكون في نهاية المحاضرة، وكذلك لينك الحضور الخاص بشهاداته كده وتسجيل المحاضرة هيتم رفعه في نهاية المحاضرة بإذن الله عز وجل. اتفضل يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة ليه بنستخدم الـ R طبعا كده في الريسيرش؟ واي R أو وات إز R؟ الأول نعرف إيه هي الـ R. تمام، أول حاجة هنعرف إيه هي الـ R. طبعا الـ R هي لغة برمجة زي لغات البرمجة اللي موجودة، تمام كده، زي سي بلس بلس وزي بايثون وزي جافا والماتلاب. كويس. طبعا في لغات برمجة كتيرة، كل فترة كان كل لغة بتاخد ايه؟ سامعيني كده؟ احنا سامعين سيادتك يا دكتور. صح. طب تمام. فلغة الار هي لغة برمجة بتتميز عن اللي هنشوف دلوقتي، بتتميز عن اللغات التانية ازاي. وطبعا في الاونة في السنين الاخيرة، اخر 5 سنين او 6 سنين، بقت الار اسينشال للبيولوجيكال ساينس بالذات، وبرضه في تخصصات كتيرة، وفي الداتا اناليتكس والبيج داتا سيتس، يعني التعامل مع الداتا الكتيرة دي لازم نستخدم فيها الار. ما ينفعش بقى الايه السوفت ويرز العادية اللي هي زي سي اس بي اس اتش والحاجات دي. تمام. اللهم الله اعلم. طبعا في شركات كتيره جدا انترناشونال بتستخدم الار في الاناليتكس لتحليل الداتا عندها، طبعا لان عندها بيج داتا. تمام. استاذن حضراتكم بس بعد الاذان نكمل. تمام. بالنسبه للار في الداتا ساينس والبروجرامنج لانجويج، هي في الطب طبعا، هي والبايثون، الار والبايثون والجافا سكريبت، دولت من اكتر، سي بلس بلس من اكتر اللغات استخداما. بالنسبه للار لما نيجي نقارنها بالبروجرامز الثانيه، او اللي هي الاستاتستيكال بروجرامز زي الاي سي بي اس اس والاكسل والايه والساتا والحاجات دي، فشوفوا حضراتكم الار طبعا دي لو اعتبرنا يعني ان كل بروجرام بي ريبريزنتد باي ايه بعربيه يعني. تمام. فشوفوا حضراتكم الاي سي بي اس اس عربيه طبعا ايه قديمه، البايثون عربيه كويسه، هي البايثون مميزه عن الار في حته ال 3 دي والجرافيكس. تمام. لكن الار في الاناليتكس والاستاتستيكال موديلنج هما الاثنين في الفيجواليزيشن برضو كويسين، لكن الار بتتميز في حته الاناليتكس اللي هي مهمه للبيولوجي. يعني في حاجات في الموديلنج او الاستاتستيكال موديلنج او السبيشال موديلنج او الديستريبيوشن موديلنج ما بتتعملش الا بالار. تمام. فهي بتتميز، هي هايلي ادفانسد عن البرامج الثانيه. تمام. بالنسبه للار في 3 اسباب يخلوا الواحد ان هو يتعلم الار على مستوى العالم. اول حاجه ان الوظائف اللي هي بتدفع مرتبات عاليه بتبقى بتتطلب الار. يعني انا حضراتكم، انا لما كنت بقدم لبوست دوك، تمام، يعني قدمت شفت بوزيشنز كتيره، تمام، كلها عايزه الار، يعني لازم الار كريكويرمنت، كاسينشال ريكويرمنت. تمام. وكمان بيحددوا اوقات الباكجز، يبقى تعرف في الباكجات الفلانيه زي ما هنعرف دلوقتي يعني ايه باكجز ويعني ايه ار. طيب الار مهم عشان خاطر في الداتا اناليست، في الداتا ساينتست، برضو هي برايمري تول، برضو هي لغه مشتركه، لينجوا فرانكا في الداتا ساينس، لغه مشتركه ما بين الايه الداتا ساينس والماشين ليرنينج والداتا فيجواليزيشن. الار اشمعنى الار؟ يعني ليه الار هي اللي نستخدمها عن بقيه السوفت ويرز؟
هو ايه اللي بيميزها؟ يعني ايه اللي بيميزها؟ اللي بيميزها ان هي تقدر تتعامل مع البيج داتا. البيج داتا دي حضراتكم بتوصل لمثلا لمليون سيل، لو مليون رقم مثلا في اكسل، او مليون داتا على خريطة مثلا بنطلعها، او بنطلع الداتا من خرائط زي داتا الكلايمت، زي داتا السويل، زي داتا الريموت سينسينج داتا، ده كله بيستخدم. طبعا عشان تلاقي وظيفة كويسة الار طبعا مهم، وبالذات في دول اوروبا تمام كده، وامريكا طبعا، واستراليا والصين واليابان. بالنسبة هي بوبيولار للاكاديميك ريسيرش تمام، دلوقتي بقت بوبيولار. لكن احنا طبعا في الوطن العربي يعني الحمد لله عندنا برضو عدد كويس شغال في الار، يعني ما يقرب من 20 30 واحد بروفيشنال في الار في الوطن العربي، وبرضو بيزيدوا مع الوقت. لكن الفكرة ان احنا نطور والعدد يكتر، لان العالم كله دلوقتي شغال بيها، اوروبا شغالة بيها بالار بقالهم مثلا 5 6 سنين خلاص، يعني كله دايس في الار، امريكا نفس الكلام. فاحنا لسه يعني بادئين سنتين ثلاثة كده، ده انا بتكلم انتنسيفلي، يعني بتكلم في كاسينشال، استخدمناها كاسينشال وكده. طيب الفري اوبن سورس، هي الار مميزه عن السوفت ويرز الثانيه، لان هي ايه، فري اوبن سورس تمام. وبرده في ميزه ثانيه، اللي طبعا الفيجواليزيشن تبقى مميزه جدا زي ما هنشوف دلوقتي الفيجواليزيشن كويس. في حاجه ثانيه برده، ان الار يعني العالم دلوقتي معظم العالم او معظم الجامعات الطب كلها في اوروبا بتستخدم الار، فسهل جدا ان انت لو في مشكله قابلتك او ايرور في كوميونيتي شغال بالار، كوميونيتي كبير جدا يعني تمام على مستوى العالم، فسهل ان انت اكيد هم تعرضوا للايرور ده، وسهل ان انت تلاقي السولوشن الحل بتاع الايرور او البروبلم اللي بتقابلك على جوجل تمام، مجرد ما تكتبه على جوجل بيطلع لك الحل. طيب زي ما احنا قلنا الار ديت بتتعامل مع بيج داتا سيتس، هاندلنج اوف داتا، لايبريز كتيره جدا، باكجات كتيره جدا، فاست كالكوليشنز بتوفر عليك كتير جدا. يعني عندنا خريطه مثلا راستر، طبعا بتوع الجي اي اس هم اللي يعرفوا الكلام ده، لما نفتحها في الارك جي اس وتيجي تفتحها في الار، ممكن لو مساحتها كبيره مثلا بتوصل ل 6 جيجا او 10 جيجا صوره الواحده راستر، ف 10 جيجا لما تتفتح في الارك جي اس يا نهار ابيض، ممكن ايه طبعا على حسب امكانيات الكمبيوتر، بس برضه بتقعد وقت، يعني تاخد لها مثلا 5 6 دقايق ولا حاجه، لكن في الار على طول بتفتح على طول تمام. كومبريهنسيف لانجويج طبعا اوبن سورس زي ما احنا قلنا تمام، في اكتر من 2 مليون واحد او يوزرز للار على مستوى العالم في كل التخصصات كويس. طبعا الار بتتميز ان هي بتستخدم في ديفرنت تكنولوجيز. طيب في عندنا اكتر من 15000 باكج، الباكج هي اللي احنا بنستخدمها بنعمل بيها الاناليسيز. يعني مثلا انا عايز اعمل انوفا، الانوفا معروف، ففي باكج معينه بتعمل الانوفا تمام. في طبعا باكجات كتيره للانوفا، الانوفا اصلا في يعتبر في البيز بتاعت الار، البيز باكج. ففي مثلا يعني في الباكج بتاعت الفيجواليزيشن معروفه اللي هي جي بلوت 2، الباكج دي فيها فانكشنز، جواها فانكشنز، كل فانكشن ليها بتعمل حاجه معينه تمام كده. يعني مثلا انا عايز اعرض هيستوجرامز او بوكس بلوت، هنشوف دلوقتي، او بار كولمز كده، اي حاجه في الفيجواليزيشن. عايز اعرض مابس خريطه، عايز اجيب خريطه من جوجل ايرث او من جوجل ماب، بدل ما اروح جوجل ماب ولا افتح جوجل ايرث، لا ده انا بقى ايه، بستخدم باكج معينه بفانكشن معينه في الار تفتح لي على طول. طيب فالباكجات كتيرة جدا. طيب في باكجات قديمة وباكجات جديدة، وفي طبعا ده كله انت بتعرفه مع الوقت ونتيجة قرايتك للأبحاث. يعني لما بتشوف بحث كويس منشور مثلا في مكان تمام، وبعدين انت عايز تعمل زيه بقى، هو البحث ده استخدم الار تمام، في فانت عايز تعمل زي الايه الفيجواليزيشن ده او الفيجرز دي تمام، او الميثود ديت، الميثود نفسها سواء statistics او موديلنج. طيب في الار طبعا قلنا مميزاته، اوبن سورس، بيتعامل مع البيج داتا سيتس، فيجواليزيشن كويس، فاست، افيشن، كل ده تمام. بيقول لك ديس ادفانتج بس للار ان هو بيحتاج ميموري، واعتقد ديت مش ايه يعني مش معضله،
بقى عندك هارد 2 جيجا مثلا او 1 جيجا، تمام. لو انت شغال باستمرار طبعا، اوقات بتمسح الايه الحاجات، لان الاوت بوت بتاعت الار بتبقى السايز بتاعها كبير، كويس. بس طبعا ده بنتغلب عليه، بنجيب هارد كبير، كويس. هي برضو في ديس ادفانتج ثانيه، اللي هي ان في ريدندنسي امونج باكجز. الباكجات في يعني في باكجات قديمه وفي باكجات جديده، وفي ممكن يبقى في تعارض ما بين الباكجات. مش تعارض يعني، انت ممكن انت شفت باكج مثلا حضرتك في بحث مثلا، تمام، وبعدين عايز تستخدمها، فبتلاقي ان هي معقده، او البور كواليتي بتاعتها بور، تمام. فدايما احنا بنشوف، بندخل على جوجل بنكتب مثلا ازاي اعمل، انا عايز اعمل انس معين باستخدام ايه، ما اقولش بقى الباكج المعين، انا اقول جنرال، يطلع لي كذا باكج، بشوف الاحسن الافضل، او انا شفت اوريدي بحث منشور في مجله كويسه مستخدم باكج ريسنت او جولايزيشن كويس، تمام، او ستاتستيكال موديلنج كويس، فبستخدم الايه الباكج دي، تمام. ده ازاي نتجنب الحته بتاعت الريدندنسي، بنشوف الباكج الحديثه طبعا بالبحث في جوجل سكولر، بالبحث في جوجل، وتعمل فلتريشن للابحاث الجديده، تمام كده، ريسنتلي بابلش، وتشوف المجله الكلام ده. طيب الار طبعا اي حاجه في الدنيا صعبه ومعقده، ولكن مع البراكتس، واول خطوه بالذات، اول خطوه لازم تبقى متشجع، ولازم يبقى عندك موتيفيشن، لان زي ما قلت لحضرتك المرتبات والبوزيشنز العاليه، وتقدر تروح في اي مكان، وتقدر تعمل داتا اناليسيس، وتقدر تشتغل فريلانسر، وتقدر تعمل حاجات كتيره جدا، تمام. بس لازم تدفع ضرائب طبعا. المهم ايه، الفكره ان في حاجه اسمها فير اند كريفيتي، فير اند كريفيتي. طيب كريتيفيتي، الكرياتيفيتي الابداع طبعا، ما فيش ابداع مع الخوف. يعني الدكتور احمد زويل الله يرحمه، ذكرى الساد سالي وفاته الله يرحمه، قال يعني ما فيش ابداع مع الخوف. لو انت بتخاف مش هتعرف تبدع، مش هتعرف تفكر، مش هتعرف تتفرغ. فانت الار عايز تفرغ، تمام. انا اتعلمت الار في الصين لما كنت منحه الدكتوراه في الصين، في اليوكاس، اليوكاس من افضل الجامعات العالم. الفكره كان في وقت، يعني كان في وقت، قعدت منحة 3 سنين، وكانوا بيدوني مرتب محترم جدا، ما بفكرش في أي حاجة، أنا بس فقط أتعلم إيه، اتعلمت الأر، تمام. فالتفرغ مهم، والتركيز، وإن أنت ما تخافش، تمام، والبراكتس طبعا ده أهم حاجة، براكتس ميكس إيه بيرفكت. طيب بالنسبة ل الار، الار ديت يعني ممكن انت حضرتك تعمل استاتستكس عاديه، بمجرد بتمشي خطوات زي الاستاتيشن، لكن الار فيها طبعا باكجات كتيره جدا، فبتخليك يعني توصل بسرعه لتبقى داتا ساينتست. في داتا ساينتست وفي داتا اناليست، في فرق ما بينهم طبعا. و ده اللي هو الايه الرول طبعا في الار بروجرامنج، ممكن تبقى داتا اناليست، داتا ساينتست، تمام كده. في كوانتيتيف اناليست، في فرق ما بين الداتا اناليست والداتا ساينتست. الاناليست طبعا بيبقى ليس بي، بياخد مرتب اقل شويه، ستاتستيك موديلنج، لكن الداتا ساينتست بيتعامل مع الداتا، وبريدكتيف، وادفانسد بروجرامنج، وفيوتشر بريدكشنز. وانما الداتا اناليست ايه، على قده شويه، بس طبعا الداتا ساينتست بتاخدها مع خبره وكلام ده. طيب الار ليه اسينشال في البيولوجي؟ احنا كده عرفنا الار، تمام كده، وعرفنا ان في باكجز في الار، كل باكج بتعمل حاجات كتيره، الحاجات الكتيره دي بنعملها بفانكشن، تمام كده. طيب الار مهمه في البيولوجي. اول حاجه طبعا انت بتتعامل مع داتا، الداتا دي سواء جايبها حضرتك من اكسبيرمنت تجربه، او من داتا كولكتد من الفيلد، او داتا من الاوبن سورسز جلوبال داتا بيز، طبعا مشهوره موجوده ومفتوحه جدا، بالذات في التخصص بتاعنا الايكولوجي بتاعي انا، في اوبن داتا سورسز وجلوبال داتا بيز موجوده في الكلايمت والسويل والبايوديفيرستي والدنيا دي كلها. طيب وفي الريموت سينسنج طبعا، بيج داتا سيتس يعني ملهاش حل، في الجلوبال لاند كفر واللاند يوز والايه والكروب لاند كفر والكلام ده.
طيب الفكره ان الار دلوقتي بقت اسينشال في البيولوجي، لان في حاجات ما بتتعملش الا بالار. هنشوف دلوقتي زي ايه. طبعا الداتا تايب بتاعتك، بتشوف الداتا دي اوردينال ولا نومينال والكلام ده، نيوميريكال داتا. طبعا احنا معظم تعاملنا مع الكوانتيتيف داتا، نيوميريكال داتا ارقام فاليوز. في بنشوف الداتا دي بنعمل لها نورماليتي، تمام، تيست، تمام كده، باستخدام الايه الديسكريبتيف ستاتستكس او اكسبلور. طبعا دي ايه باكجات موجوده كتير هنا، بيسك بي سيك اس واي سي اتش. طبعا ايه بتشوف النورماليتي بتاعت الداتا، بتشوف ان هي هل هي السكوينس والكورتيزوس بتاعها نورمال ولا الداتا اوفر ديسبيرسيد، فبتحتاج تعمل لها بعد كده ترانسفورميشن باستخدام السكوير روت او اللوج ترانسفورميشن. طبعا الايه الكلام ده بتتعامل مع الداتا، بتعمل لها ديسكريبتيف ستاتستكس الاول قبل ما تخش على الاناليسيس، سواء انوفا او ريجريشن او مالتي فاريت اناليسيس او ستاتستيكال موديلنج، تمام. وده سكيما كده ظريفه بتقول لك يعني ايه الداتا لو نورمال ولا مش نورمال. طب لو عايز تقيس الانوفا طب والداتا مش نورمال، طب تعمل ايه، تستخدم ايه. فهو بيكتب بقى الايه الستات اللي بتستخدمها دي، بس جنرال كده يعني، تمام. الداتا اناليسيز اند فيجواليزيشن، الار مهم جدا للبيولوجي في الداتا اناليسيز والفيجواليزيشن، في البلوتنج والفيجواليزيشن. بتشوف دلوقتي البلوتس اللي انا عملتها باستخدام الار، كويس، مهمه جدا في طبعا الديسكريبتيف ستاتستكس والانوفا. ده طبعا بيعملوا الاي سي بي اس اس وبرضه بيتعمل في الار، تمام. هي الار بقى تتميز في حاجات بقى جايين تحته، الكورليشن. طب ما ممكن حد يقول الكورليشن بتتعمل بالاي سي بي اس اس. ايوه بتتعمل بالاي سي اس، بس لما تشوف الكورليشن دلوقتي اللي انا عاملها بالار هتبقى مختلفه جدا ومور انفورماتيف، مور انفورماتيف وفيجواليز بيوتيفول. فيجواليزيشن طبعا مهم برضه، مش العمليه مش عمليه اللي انت بتعرف شو بس وخلاص، لا، ان شو مع انفورماتيف. طيب مهمه في الريجريشن والمالتيبل ريجريشن، زي ما قلت لحضرتك لو بتعامل مع بيج داتا سيتس. يعني انا في بحث 12 في مجله كنا شرطه في من الدكتوراه، كان امباكت فاكتور 7 اسمها انفايرمنتال ريسيرش ليترز، استخدمت فيه مالتيبل مودلز من الجنراليزد لينير مودلز، حاجه زي شبيهه بالريجريشن. كان حضراتكم يعني 5000 موديل، 5000 موديل لما تعمل كل موديل ران دي، لو هتقعد معلش تعملها في الاي سي بي اس اس ولا في، لا ده هتاخد وقت كبير جدا، ممكن تاخد وقت شهرين ثلاثه. لكن في الار انت ممكن ايه على طول اتعملت، ما خدتش يعني اسبوع، تمام. الفكره ان في المالتي فاريت اناليسيس، طبعا البي سي اي برنسبل كومبوننت اناليسيس والكورسبوندنس كانونيكال اناليسيس والار دي اي، كل دول كوردينيشن اناليسيس او مالتي فاريت اناليسيس، بنستخدم له باكج اسمها فيجن، فيجن باكج. يعني حضراتكم المؤلف الاسر بتاع الباكج دي يعني والاسرز، هم اسرز على ما اتذكر من نيدرلاند هولندا، يعني بابليكيشن واحد للباكج اللي هي فيجن دي جاب له 30000 سيتيشن، وصل ال 30000 سيتيشن. هي ريليز ده 2013 الباكج دي، ولسه بنستخدمها لحد دلوقتي، وبيحصل لها ابديتنج، كل باكج بيحصل لها ابديتنج فيرجنز. فحضراتكم متخيل بقى باكج واحده تجيب له 30000 سيتيشن. احنا طبعا لما السيتيشن بيوصل 1000 حاجه كبيره جدا، هو 30000 سيتيشن من باكج واحده عملها، عمل لها ايه كرييشن. هو طبعا قسم ماثيماتكس بس طبعا بيشترك مع اقسام ثانيه زي بيولوجي عشان يعملوا كرييشن للباكج. دي قصه ثانيه بقى ايه، احنا بنفس يا ريت نعرف نستخدم الباكجز اللي هم عاملينها دي، بس ايه دي يعني تبقى 100 100. فاريشن بارتيشننج، طبعا ده فاريشن بارتيشننج معروف، ان انت بتشوف كل فاريبل او كل جروب من الفاريبلز ساهمت كونتريبيوتد بنسبه قد ايه في الفاريشن بتاع الريسبونس فاريبل. الكلام ده طبعا بالفيجن الهيراركيال بارتيشننج هي ريبارت. في ديسيميلاريتي اندكس بالفيجن، وفي هيت ماب في الكومبلكس هيت ماب. طبعا دي باكج جديده جدا وبيستخدموها دايما بتوع البايو انفورماتكس. في الجي ال ام جنرالايزد لينير موديل ده بانواعه، كويشن كويشن بويسون اند نيجاتيف باينوميال ريجريشن، والان ال ام اي اللي هو نون لينير ميكسد افكت موديلز، هي الباكج اسمها كده يعني. نوع الاناليسيس برضه في ستراكشر ايكويشن موديلنج، ده قصه كبيره، بنستخدم اللافان باكج والبيس وايز باكج. لو انا عايز اعرف الافكت بتاع فاريبلز معينه على
ريسبونس فاريبل، وتاثير برضه الريسبونس فاريبل دي على ريسبونس فاريبلز ثانيه، كله بقى مع بعض. فانت ده حضرتك استراكشر ايكويشن موديلنج، ده ايه ادفانسد، ده ادفانسد، وبيستخدموه بتوع تجاره في بيستخدموا بداله الاموس. بس ميزه بقى الار زي ما قلت لحضرتك، لو انت بتعمل مع بيج داتا سيتس وعندك كذا كذا موديل بقى وعايز تجريهم مره واحده، ويعني ايه الدنيا بتبقى فاست، وفيجواليزيشن بتاخده على طول، تاخد الاوت بوت على طول، هو ده الاوت بوت بتاعنا. طيب في الاس دي ام السبيشال ديستريبيوشن موديلنج الماشين ليرننج، وطبعا دي استخدام الاس دي ام باكج، في باكجز كتيره، كل حاجه من دول ليها باكجز كتيره، بس انا بقول المعظم اللي الكومون والادفانسد الريسنت باكج. يعني الاس دي ام اتعملت 2016 بيستخدموها لحد دلوقتي، تمام. في بايو مود 2 اتعملت من 2009 او 2011، ولكن اس دي ام ليها مميزات طبعا. الفكره في ماكسنت برضو كان موجود سوفت وير، يعني في يعني بتوع بايو انفورماتكس بيستخدموا سوفت وير اسمه بايو كوندكتور، وبيستخدموا حاجات في الجين اناليسيس ومش عارف حاجات كتير جدا، كل دي ليها باكجات في الار، تمام. يعني السبيشال ديستريبيوشن موديلنج، لو انا بعمل موديلنج بتنبأ بتوزيع لنبات معين او حيوان معين زي ما نشوف دلوقتي في الابحاث اللي انا كنت عاملها، كل ده موجود في البيولوجي، سواء قسم الحيوان قسم النبات، جروب معين محصول معين مثلا عايز اشوف اتنبأ بيه ازاي المحصول ده هيعمل رينج شيفت نتيجه الاندر كلايمت تشينج. يعني مثلا في كلايمت تشينج سيناريوز، والكروب ده محصول الفلاني هيغير الايه المكان بتاعه، زي ما احنا شفنا في محاصيل مثلا بتضرب درجه الحراره بتزيد، الطماطم بالذات مثلا، فازاي اعرف الاماكن المناسبه لمكان ان الايه لزراعه الكروب ده. طيب في سبيشال اناليسيس ومابنج والجي اي اس، طبعا ده كله تخصص جي اي اس والانفيرمنتال ساينس، ودي باكجات كتيره جدا. تيرا باكج هي احدث حاجه لسه ريليز في 2020 او اخر 2021. في الماب تولز طبعا اس بي، وفي كونسرفيشن اسيسمنت، لو بعمل اسيسمنت مثلا لماكرو فانجاس لماكرو فانجاي او بلانتس نباتات او حيوانات مهدده بالانقراض، كل ده. ومثلا في عندي سبيشيز معينه، تمام، سبيشيز سواء برضو بكتيريا فانجاي في البيولوجي، يعني كلها السبيشيز ديت اقدر اجيب الاكسبتد نيمز من التاكسيز باكج، واقدر اجيب الاي يو سي ان ريد ليست، يعني النبات ده مهدد بانقراض ولا لا نتيجه ايه استخدام. انا مثلا مهمس في الار بقى هنا، بدل ما اقعد بقى ادور على الموقع بتاع الاي يو سي ان واكتب كل سبيشيز لوحده، انا مثلا شغال على مثلا رقم كبير 1000 سبيشيز، فانا بس مجرد عندي الاكسل فيه السبيشيز بدخله باستخدام الكون ار ولا الريد ليست، ليستر بيجيب لي على طول الايه بيجيب لي الكاتيجوري بتاعته اللي هي الاكستنكشن ريسك كاتيجوري اللي هي الايه او الكونسرفيشن ستاتوس بتاعته، سواء بقى اندينجر ديبلير والكلام ده قصه كبيره طبعا، ايه مش عايز اتكلم فيها بالتفصيل. طيب فالار بتستخدم فيه حاجات كتيره جدا زي ما حضراتكم شايفين، وبتتميز عن اي سوفت وير زي الكانوكو والاس بي اس اس والكلام ده. نشوف دلوقتي ده فيجواليزيشن عادي زي بسيط، تمام كده، لسبيشيز مختلفه، وبتعمل اكيوميليشن لهيفي ميتالز برضو نفس القصه هنا، ديت فيجواليزيشن، تمام كده، باستخدام البوكس بلوت جي جي بلوت 2 باكج، تمام، زي ما حضرتك ده انا عامله، تمام كده، بتعمله لواحد لزميل يعني فاضل. ده طبعا الايه اللي هي الكاركترستكس او البارامترز بتاعه الميه زي التي اس اس التوتال ديسولفد سوليدز والبي او دي والسي او دي والنيتريت والكوليفورم والكلام ده والبكتيريا، كل ده انا بشوف التغير في الايه ده المين، طبعا ده الافريج، تمام كده، وبشوف الايه التغير في السنين المعينه، فكل لون بيرمز بيعبر عن سنه، تمام. فطبعا حد ممكن يقول طب ما ممكن ده يتعمل في الاكسل، يتعمل في الاكسل بس ممكن ياخد منك وقت، تمام، لكن انت هو كود جاهز في الار بتعمله وتطبقه على اي ايه اي داتا عندك، مجرد بس بتغير الداتا في الاكسل وايه وتديك الاوت بوت ده جاهز كده جاهز يعني، تمام، يعني هو بيطلع في الار كده، تمام. طيب في برضو ده كده كان ايه جوينت، اللي هو لو انت عند حضرتك في تاثيرين للفاريبلز معينين في اندبندنت لوحده، ولما يبقى جوينت مع الفاريبلز الثانيه، دي برضو فيجواليزيشن في البار بلوتس، دي برضو بار بلوتس بس او هيستوجرامز، دي برضو هيستوجرامز انا عملتها ده، وده بحث منشور كويس. في برضو ده
لسه عامله قريب. دي تعتبر خريطة، لان هنا اللاتيتيود واللونجيتيود وتوزيع الايه السبيشيز اللي بتعمل تشينج في البيتا دايفرسيتي، السبيشيز اللي بتعمل تشينج في البيتا دايفرسيتي في البلوتس المختلفة. دي البلوتس هي متوزعة، وده اللونجيتيود واللاتيتيود. طبعا عشان تعمل فيجر زي ده في يعني في الاكسل مستحيل، تمام؟ هتعمله بقى في الجي اي اس، في الار بي جي اي اس ماشي يعني، بس طبعا ايه برضو بياخد وقت وكده. ولكن هنا ببساطة شكله ايه ظريف وبسرعة. طيب طبعا الكوريليشن، دي الكوريليشن اهي ماتريكس. طبعا اللون بيعبر عن قوة الكوريليشن ما بين فاريابلز معينة، تمام كده، من الكلايمت فاريبل مع الهيومن اندكس والانفلونس اندكس مع الاريديتي اندكس والكلام ده. اللون الازرق بيعبر عن قوه الكوريليشن. ده فيجر اوت بوت جاهز على طول من الار، بدل ما اقعد اعمل بقى في الاي سي بي سي كوريليشن واشوف مين السيجنفكت ومين النون سيجنفكت. لا، هنا بيقول لك اللي عليه اكس ده نون سيجنفكت، خلاص الاكسات دي نون سيجنفكت، والاحمر بالسالب نيجاتيف كوريليشن، والازرق بالبوزيتيف. طب قوه الكوريليشن، قوة الكوريليشن بقى اللون الغامق والفاتح، في ألوان فاتحة أهي وصغيرة دوائر، يبقى دي إيه؟ أهي فاتحة أهي وصغيرة، دي ويك ويك كوريليشن. لكن سترونج كوريليشن يبقى اللون بيبقى غامق وبيبقى الدايرة كبيرة. طيب ده برضو يعني ممكن تعرضه بالشكل ده، ممكن تعرضه بالنص، بس ده برضو بحث منشور لنا في ساينتفك ريبورتس لسه منشور قريب، تمام؟ كان شغل على الفايت ريميديشن برضه نفس القصه، يعني اشكال مختلفه كتير، انت بس مجرد بتختار الشكل هو بيديك على طول ايه اشكال كتير. طيب ده بقى شكل ممتاز جدا، ده برضه عملته باستخدام الار، كان باستخدام ال جي جي كالي والكور بلوت باكج، تمام. ده ببساطه بيديك كورليشن بس في مجموعات مختلفه. انا عندي 3 مجموعات مختلفه من الماملز، من الانسكس، من النباتات، من الميكروبس، من اي حاجه، من الكروبس، 3 مجموعات مختلفه، وعايز اشوف في كل مجموعه الكوريليشن ما بين فاريبل معين اللي هو ريسبونس فاريبل وفاريبلز اللي هي الاندبندنت فاريبلز بتاثر عليه ايه الكوريليشن، تمام كده. الجروس مثلا بارامتر، تمام كده، او اي صفه ريسبونس فاريبل. فطبعا الكوريليشن في مجموعات مختلفه مره واحده، انا بدل ما اقعد اعمل كل مجموعه لوحدها، لا انا بقى اكتب كود يعمل لي المجموعات مره واحده. ده الاوت بوت، ده الاوت بوت بتاع الاور جاهز على طول، يعمل لي الكوريليشن. والله الكوريليشن ما بين كذا التربيديتي مثلا والنيتريت في الموقع الفلاني في السايت الفلاني كذا كانت كذا، تمام. وبيدي طبعا نجوم، 3 نجوم دي معناها سيجنيفيكانت كوريليشن، وبالسالب او البوزيتيف والكلام ده. فالالوان هنا بتعبر عن السايتس. في حاجه برضو ممكن تضيفها داخل الكود، تمام، وينفع طبعا بنستخدم اكتر من باكج، ممكن من 3 4 باكج، عشان ممكن تدي ايه كذا حاجه يعني، تمام. فال ال ام او الريجريشن هنا بتاع كل فاريبل من دول عامل ازاي للـ3 مجموعات، الـ3 مجموعات الـ3 الوان مختلفين هم. فالريجريشن والله مثلا الايه التربيديتي مع الامونيا كان فيه الكوريليشن كانت ايه بوزيتيف ولينير كوريليشن اهي بوزيتيف في حاله في السايت الفلاني، تمام كده، وهكذا. دي الشكل طبعا جاهز من الار، طبعا دي هيت ماب من الار فانكشنال جدا، تمام. طبعا اللي شغالين على الهيت ماب عارفين طبعا دي السيميلاريتي اندكس، برضو عملت الشغل ده باستخدام الار، باستخدام فيجن باكج، وباستخدام الكومبلكس هيت ماب باكج باكجين هم، تمام كده. في فيج ديست ديستنس، في نسيت ديستنس باستخدام الفانكشن فيج ديست في الفيجن باكج والكومبلكس هيت ماب عشان تعرض الكلام ده. دي سيميلاريتي ماب في تو اندكسز، في انسيدنس بيست اللي هو بريزنس ابسنس، لو انا بقارن ما بين 3 سايتس مثلا في شهور معينه خلال الشهور بتاعت السنه، شهور جانيوري فبراير مارس لحد ديسمبر، انا بقى عايز هيت ماب تشوف لي الديستنس او الديسيميلاريتي اندكس ده اللي بيزد على انسيدنس بيزد اللي هو بريزنس ابسنس، يعني السبيشيز اللي موجوده هنا في السايت ده ومش موجوده في السايت ده في الشهر الفلاني، تمام. طبعا دي لازم الار، يعني مفيش حاجه تمام غير الار. في يعني في بقى كان طبعا هي الكاو سورنسون ده بيزد على الاباندنس، والاندكس ده اتنشر في سنه 2005 في ايكولوجي ليترز مجله عاليه جدا. الفكره ان
الفيج ديستنس ده فانكشن في الفيجن باكج، هي بتاخد بقى الماثيماتيكال ايكويشن بتاعت الاندكس ده، ده ليه ماثيماتيكال ايكويشن، كل ده كان بيتعمل بالماثيماتيكال ايكويشن زمان، تمام. بس الفكره ان الار انت بتستخدم فانكشن معينه، الفانكشن دي بتبقى ليها ماثيماتيكال ايكويشنز، تمام، بتتعمل بيها. طيب فبيديك على طول طبعا هنا الديسيميلاريتي، الاحمر ده معناها الديسيميلار، الديسيميلاريتي عاليه جدا، الاختلاف يعني ما بين السبيشيز دايفرسيتي بتوين ذا سايتس ان، فور اكزامبل ان اوجست، ان اوجست اند نوفمبر، يبقى ذا ديسيميلاريتي بتوين اوجست اند نوفمبر از هاي ان ذا سبيشيز دايفرسيتي بيزد اون انسيدنس بيزد، but in abundance may be different. يعني مثلا على سبيل المثال لو خدنا ابريل، شهر ابريل اهوت مع الايه، مع شهر نوفمبر، شهر ابريل لا ده السيميلاريتي ايه، مش عاليه. يعني ايه السيميلاريتي، يعني في تشابه، يعني شهر نوفمبر قريب لشهر ابريل في ايه، في حته ان الاباندنس بتاعت السبيشيز، تمام كده، الاباندنس، الاباندنس مع البريدنس اللي بنقول عليها الكاوسولز، تمام كده. ودي حاجه طبعا في بتستخدم للديسيميلاريتي ما بين التو سايتس. في طبعا الايه الاستراكشر كوشن موديلنج، ده طبعا ده كل الاوتبوتس في الارض بيطلع بالطريقه ديت، الفاريبلز اللي بتاثر على بعضها زي السويل بي اتش، بتاثر على السويل باي دايفرستي، بتاثر على ايكو سيستم مالتي فانكشناليتي وهكذا، بتاثر بنسبه قد ايه كذا. طيب الاحمر ده معناه ايه، بوزيتيف، الاسود معناه نيجاتيف وهكذا. الفكره بقى هنا مثلا ده ده طبعا ايه ده كده، ده سي سي اي، تمام كده، معمول برضو بيتعمل في الار وينفع في الكانوكو، تمام، عشان يوضح الايه الانتر اكشن ما بين السبيشيز، بلانت سبيشيز والسويل فاريبلز والايه البلوتس، الثلاثه مع بعض، يعني السبيشيز والسويل فاريبلز والبلوتس. هو طبعا كان في حاجه بس في الانيميشن، تمام كده، ان احنا ايه نقول له برينج باك سند باك. طيب في بقى ايه، ماشي، في برضه ده برضه سي سي اي معمول اهوت 12، بس انت فاكر بص انا عامله برضه في، هو مش كلها كده بس ماشي تمام. يعني ده طيب احنا نحذف ده عشان خاطر ايه تبقى واضحه. طيب هنا برضه سي سي اي اهوت بيتعمل في الار عادي جدا، ده اللي هو مالتي فاريت اناليسيز لفاريبلز معينه مع الايه فلتر، دي اللي هي رايزو فلتريشن بوتنشال لهيفي ميتال معين، في كان النبات اللي استخدمناه البيستيا، نبات خاص الميه. طبعا دكتور ممدوح سراج اشتغل على البيستيا، دكتور جامعه دمياط، مرحب بيه، انا شفت بس اسمه كده. بالنسبه في طبعا ده الكرنت ورك، ده 12، ده البحث ده 12 في ايكولوجيكال انديكيتورز اللي نشرناه، برضه كل ده باستخدام الار زي ما حضراتكم شايفين، برضه الار بنعمل كلاسترنج لبلوتس معينه بناء على الفاريشن في البيتا دايفرستي او الالفا دايفرستي، تمام. طيب في برضه ده اوت بوتس طالعه جاهزه من الار، طالعه كده، هي طالعه زي ما هي كده جاهزه، تاخدها حطها على طول، ما تقعدش بقى انت تعمل في الاكسل، هو ده جاهز، ده بحث اهو حضراتكم، ده بحثين نشرتهم هنا في ريسوسر، كان من شغل الدكتوراه، وده كان برضه بوست دوك في لاندسكيب ايكولوجي المجلات العاليه وبيولوجي برضه. ده اوت بوت يوضح لحضرتك الامبورتنس، الريلاتيف امبورتنس بتاعت الفاريبلز اللي بتاثر على البريدكشن بتاعت الموديل ده، سبيشال ديستريبيوشن موديل، تمام. فانا بس بوري حضرتك الفينجر بيطلع جاهز في الار، وسهل جدا تخلص داتا اناليسيس في مسافه اسبوعين ثلاثه، داتا اناليسيس لبحث كامل، وممكن اكثر من سبيشيز كمان في ثلاث اربع اسابيع. الداتا موجوده اونلاين واوبن سورس، كل العالم دلوقتي متجه، لان الداتا كتيره، يعني لازم نستخدم الداتا دي ونطلع منها بنتائج، ونطلع منها بريكومنديشنز، ونطلع منها ان احنا نحافظ على البايو دايفيرسيتي، ونعمل ريستوريشن للايكو سيستم اللي هي حصل فيها ريستوريشن او حصل فيها ايه ديستربنس. طيب برضه في سبيشال ديستريبيوشن موديلنج اهوت، نبات الجرين براسفونيشيا ده 12 في ساينتفك روس، لسه منشور من كام يوم، ده برضه جاهز اهو، اوت بوت جاهز من الار برضه اهوت.
ده الديستريبيوشن سويتابيليتي ماب برضو بتطلع من الار بس بعمل لها فيجواليزيشن، ممكن في الار ممكن في الارك جي اس، اوقات بستخدم ده وده. تمام، ده الهابيتات سويتابيليتي اللي هي اللون الاخضر طبعا بيرمز لهاي سويتابيليتي للنبات او ايا كان بتطبق على الحيوان برضو. يعني حضراتكم انا برضو في بحث مشترك مع دكتوره رنا جامعه ام القرى برضو على ان الحيوان ده اللي هو اسمه نيبيان ايبكس اللي هو وعلي الجبل، برضو ده الديستريبيوشن بتاعه حضراتكم، ودي الايه الديستريبيوشن بعد او الكرنت سويتابيليتي اندر كرنت كلايمت. تمام، فدي السويتابل ارياز اهيت. وطبعا بعد ما شلنا عملنا اكسكلودنج او ادجستمنت للاند كفر بحيث يعني النبات الحيوان ده اكيد مش موجود في النيل مثلا، مش موجود في اماكن معينه. طيب هنا مثلا التوزيع بتاعه بقى تحت الكلايمت تشينج، ده السيناريو الاولاني، والستيبل ده طبعا اللي هو المناطق الايه الستيبل دي كلايماتيكالي، طبعا دي مهمه جدا لعمليه الكونزرفيشن. ده اللي هو السيناريو الاولاني كلايمت تشينج. السيناريو الاخير العالي، لا يعني لما الكلايمت تشينج يبقى عالي قوي والسيناريوز والسي او 2 الاميشن يبقى عالي، فشوف حضراتكم الستيبل ارياز انكمشت وبقت صغيره جدا، فيش اللي هو جنوب سيناء وشمال سيناء وشويه في الاردن. تمام، وفلسطين طبعا جزء صغير في فلسطين. فطبعا دي حاجات مهمه جدا للكونسرفيشن والابلكيشن. ده استراكشر، ده سبيشيز ديستريبيوشن موديلنج باستخدام الاي سي دي ان باكج. طبعا البراكتس هاو تو بي فاميليار بالار ان انت براكتس. تمام، وبراكتس بكذا طريقه هنقول دلوقتي الطرق والحاجات دي. تمام كده، اول حاجه طبعا في كتب اساسيه وفي موقع ممتاز لسه شفته قريب اسمه ريفوموناس بروجكت، ممكن تكتبه حضرتك عندك لو معاك نوتس كده كده ان شاء الله البي بي تي ده هيتبعت لحضرتك. الريفوموناس بروجكت ده دكتور بروفيسور في جامعه ميتشيجن، هو مايكروبيال ايكولوجيست وطبعا برضو شغال شويه في المولكيولار بيولوجي، عامل فيديوهات جميله جدا في الار وعامل زي كورس بسيط في استخدام الار، وفي كتب طبعا فاندمنتال اوف داتا فيجواليزيشن ده في الار، ده كتاب ممتاز. ار فور داتا اناليسيس ستيب باي ستيب برضو كتاب ممتاز، انصح قرايه الكتب ديت يعني، او على الاقل اول شابترين، بعد كده انت هتمشي بقى يعني اقرا اول شابترين هنا وطبقهم، بعد كده اخش على الكتاب الثاني اقرا فيه شابترين وطبقهم، بعد كده الكتاب الثالث، بحيث يبقى فيه فاريشن وفيه تتعلم مع الوقت. في حاجه اسمها الار دي بتسطبها حضرتك، وفي الار ستوديو بتسطبه برضه برنامج. تمام كده، وفي حاجه اسمها باكج دي داخل الار، كل باكج بتعمل فانكشن ليها جواها فانكشنز معينه، يبقى في فانكشنز جوه الباكج، الفانكشنز دي جواها ارجيومنتس، يعني انت فانكشن معينه فيها حاجات. ثواني معلش بس الباب بيخبط. ايه يا بنتي؟ ايه عايز ايه؟ خش جوه جوه. ماشي طيب، الفكره هنا في الداتا اناليسيز الفانكشن، كل فانكشن ليها وظيفه معينه، يعني مثلا البيج ديست بتقيس الديستنس ما بين السايتس وبعضها او مجموعات وبعضها، موجوده في الفيجن باكج. طب الفيك ديست ديت انا بستخدم زي ما شفنا الفيجر اللي هو بتاع سورنسون، انسيدنس بيزد وابندنس بيزد، فدول بقى ارجيومنت، الارجيومنت الكو سورنسون اندكس ولا استخدم سورنسون اندكس لوحده ولا جاكارد ديسيميلاريتي اندكس، يعني في اكثر من اندكس داخل الفانكشن ايه الواحده يعني. تمام، فده طبعا الجي جي بلوت 2 جرافيكس، ده كتاب ممتاز جدا لعبد القادر سومبارا، ده دكتور في فرنسا كويس، وكتاب ممتاز جدا. طيب في برضه كتاب جرافيكس كوك بوك، الكتاب ده تقريبا 300 صفحه، هي الفكره ان انت مش تقرا الكتاب كله يعني، انت بس ايه اول ثلاث شباتر عشان خاطر تبراكتس الار، بعد كده انت هتخش على النت على طول تجيب الكود جاهز، ما تقعدش بقى ايه ما تقعدش او تخش على طول على، طبعا كل باكج بيبقى لها مانيوال على الكران، في موقع اسمه الكران طبعا عليه كل الباكجات وعلى المانيوال بتاع الباكج اللي هو فيه الفانكشنز اللي هي الاوريجن اللي هي الاصل، انت هتقعد بقى تعدل فيها. تمام،
طيب وفي برضو ار بيجيننج ستاتستيكال بروجرامنج، ده مارك جاردنر، ده راجل عالم ممتاز جدا، عامل بتاع 3 4 كتب في الايكولوجي مع الكتاب ده في البيجيننج، ممتاز جدا. في طبعا كل تخصص ليه كتب بتاعته في الار، يعني ستراكشر ايكويشن موديلنج استخدام الار اهو، ستراكشر ايكويشن موديلنج كل ده بيستخدموا الار فيه، او ويز لافان، يعني الكتاب ده مثلا 250 صفحه بس بيتكلم على ازاي تستخدم لافان باكج عشان تعمل استراكشرال ايكويشن موديل. ما هو الفكره انت لما حضرتك تدرس تشوف فيديوهات وتدرس الحاجه دي تقعد فيها مثلا اسبوعين ثلاثه تتقن الموضوع ده استراكشر ايكويشن موديل، هتستخدمه بقيه حياتك، يعني هتستخدمه في حاجات كتيره جدا. ده نفس الكلام في الفيزيكال سيرفر موديل، في البايو انفورماتكس اهو انتروداكشن تو بايو انفورماتكس ويز ار براكتيكال جايد فور بايولوجيستس، وادي حاطط لك هيت ماب وكتاب ممتاز جدا تمشي معاه واحده واحده. احنا عايزين بس نقعد ويبقى عندنا صبر ونتعلم ونطبق نطبق. وفي ايرور ظهر لك في الار خده على جوجل هتلاقي 100,000 واحد على مستوى العالم قابلوا الايرور ده، وشوف سوليوشنز وشوف ودخل كي ووردز مختلفه وشوف جوجل. تمام برضه البايو انفورماتكس والار كوك كوك اهو اطبخ، اقعد اطبخ كده في الايه في الار. و طيب في ار بروجرام فور بايو انفورماتكس قلنا. طيب في الايكولوجي بقى ده تخصصي، ده في بقى كتب كتيره جدا، اللي عايز يعني يا مرحبا. والكتب دي بتنزل بالرو داتا بتاعتها اللي استخدموها كمان، يعني مثلا نيوميريكال ايكولوجي ويز ار ده كتاب بتنزله حضرتك جوه بقى الكتاب في اول 3 4 صفحات او تمام، بتلاقي الداتا موجوده فين، يعني اللي هي الداتا الاكسل شيتس اللي هو استخدمها في الكتاب موجوده فين، موجوده في المعظم بتبقى موجوده على الجيت هاب ريبوزيتوري كده بينزلوا عليه الايه الداتا. برضو انتروداكشن تو ار تيرسيري ايكولوجي نفس القصه، ماشين ليرنينج داتا اناليسيس. البروف ده رافيل ده من هارفارد انستيتيوت، ده وحش وحش بصراحه في المنظمه الانفورماتكس، السيتيشن بتاعه اصلا 85,000، الاتش اندكس تقريبا معدي ال 50. البروف ده كان هو من الاوثرز، احد الاوثرز بتاع بايو كوندكتور بتوع البايو انفورماتكس، عارفين بايو كوندكتور بيستخدم يعني، واتنشر كان اتنشر في الجينوم بيولوجي مجله عاليه جدا، وهو دلوقتي بيستخدم الار وعامل كتاب هو اسمه داتا اناليسيس فور لايف ساينس، برضه نفس القصه الرو داتا موجوده بتاعته داخل الار داخل الكتاب، بتحملها من على النت وبتقعد تطبق قدامك الكود في الكتاب والرو داتا معاك واقعد طبق. تمام زي ما كده هاو تو بي فاميليار ويز ار، اقعد ما يبقاش عندك خوف ويبقى عندك تفرغ وقت، لازم تضحي بوقت، لازم تضحي انت تقعد يعني عشان نتكلم بقى، طبعا ما فيش وقت للتلفزيون والكلام الفاضي ده. طيب الفكره هنا مثلا اه طبعا ده عشان تسطب الار اهي الكلاود ار بروجكت، ده الموقع الرسمي الاوفيشال سايت ويب سايت بتاع الار، والار ستوديو نفس القصه. تمام سطبه حضرتك وبراكتس براكتس ميكس بيرفكت لازم. دي طبعا كانت في ويبينار قبل كده كنت يعني وريتهم ازاي، لكن احنا الويبينار بتاع النهارده بس ايه بنعرف مش هنشتغل عملي على الار، لان الار لازم هندس اون، لازم تريننج كورس، يبقى كل واحد فاتح اللاب. ليه بقى؟ لان كل واحد حضراتكم هيقابله ايرور غير التاني، ممكن واحد مثلا هو بيسطب الباكج الانتي فايروس شغال فالباكج ما اتسطبتش كويس فالفانكشن مش هتشتغل، شوف بسبب الانتي فايروس. ممكن واحد تاني سطب الباكج بطريقه تانيه، او في باكج في باكجات ما بتتسطبش الا على فيرجن جديد، يعني احدث فيرجن دلوقتي ار دوت 2 دوت 0 ار 2.10 ده اللي بستخدمه. في باكجات حديثه مثلا لسه ريليز دي لسه من شهر ولا مثلا من السنه دي 2022 فبتشتغل على الفيرجن الحديث بتاع الار ستوديو او الار. تمام ففي ايرورز لازم ده تمام لازم انت حضرتك تو براكتس. طيب ازاي بقى، في سؤال مهم جدا اللي هو ايه، احنا لسه معانا وقت برضه. تمام السؤال المهم اللي هو كان اخر حاجه في الويبينار، هاو تو براكتس اند امبروف سيلف ليرنينج. تمام ازاي حضرتك براكتس سيلف ليرنينج، هتسطب الار والار ستوديو حضرتك في الكتب اللي هي اللي احنا قلنا عليها البدائيه دي، تمشي معاك كتاب اقعد اقرا كده وحضرتك وافهم الكلام بالراحه وطبق. تمام كده في فيديوهات على اليوتيوب، بس هتخش على الفيديو يعني يبقى انت داخل عارف هتدور على ايه، عشان ايه ما تتوهش ويفتح لك فيديو مثلا معقد وتقول الدنيا معقده ومش هينفع تعمل.
طيب انت بقى ايه، واحده واحده كده مع الكتب تديلك نتيجه حلوه جدا، وطبق تمام كده، براكتس براكتس طبق. وانت انت بقى قدامك الفانكشن، يعني في مانيوالز، خليني بس ايه اقول لكم مثلا مثال، اقول لكم مثال بس سريع كده. طبعا ده ايه، ده برنامج اسمه ايفري سينك، يدور لك على ايه، واحنا كنت قلت انا الاضاءه برضو كانت مش مظبوطه شويه عشان عينيا يعني. طيب المهم ايه، في باكج مثلا، مثلا جيزو بلوك 2 دي بتاعتي مشهوره جدا، و بتاعت الايه، مش قادر يدور ايه. طيب تمام، فيجن مثلا، لا فيجن باكج، طبعا فيجن باكج اهي. انا فتحت كده الباكج اللي هي ده، كده المانيوال بتاع الباكج، كل باكج ليها مانيوال تمام. فيجن باكج التايتل بتاع الباكج كوميونيتي ايكولوجي باكج، دي بتستخدم الكوميونيتي ايكولوجي، ده الاسر زون تمام. طيب في بقى فانكشنز تحت اهي، دي الفانكشنز، دي الايه الفانكشنز اللي هي جوه الايه، جوه الفيجن باكج، كل فانكشن ليها حاجه معينه تمام كده. يعني في سي سي اي مثلا، اي فانكشن تعمل سي سي اي كانونيكال كورسبوندنس اناليسيس. في الفيج ديست اللي انا قلت لكم هحرك عليها مثلا، اي موجوده تمام، اي فيج ديست. بروح للفانكشن اهي، بدوس على الرقم ده يودينا عندها على طول 273 اهي، اهي فيج ديست اللي هي ديسيميلاريتي اندكس. انا بشوف ديسيميلاريتي اندكس ما بين الكوميونيتيز وبعضها. طبعا هي بيحكي ديسكريبشن الفانكشن دي يعني اتعملت ازاي بناء على ايه، وايه الريفرنسز اللي هي اللي هم الاوثرز بتوع كل دي ايكويشنز، ماثيماتيكال ايكويشنز تمام، بتعبر عن كل واحد، جاكارد وبراي وكل دولت اندكسز للكاو طبعا تمام كده، كل دول اندكس، اندكسز للديسيميلاريتي اندكس. بيحكي بقى القصه بالتفصيل تمام، التشاو تشاو اندكس برضه نفس القصه تمام. وادي عندك الايه الريفرنسز اهيت تمام، اللي هي بتاعت اللي نشرت الايه الحاجات الارجيومنتس اللي بتستخدم داخل الفانكشن دي. اكزامبل اهوت، في اكزامبل برضه، اوقات يدي اكزامبل اوقات لا، هو الاكزامبلز موجوده على النت يعني. فهو هنا، هنا الداتا فار 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 سبيشيز تمام كده. فهو حضرتك بقى في الار لما تيجي انت تكتب داتا فار اس بي وانت مسطب الفيجن باكج، الداتا دي بتظهر لك، وتكتب بس فيو داتا تظهر لك على طول، تعرف الداتا هو حطها ازاي في الاكسل، حاطط الداتا ازاي في الاكسل. فيج ديست بيقيس الديست اهوت تمام كده، وبعد كده بتستخدم بقى. طبعا هو هنا سيمبل، استخدم انت بقى داخل هنا داخل الفانكشن في ارجيومنتس، ارجيومنتس دي اللي هي الاندكس، دي الاندكس دي حضرتك اللي انت بتستخدمها داخل الايه اليوسج طبعا، هو ده، هو ده اللي انت بتستخدمه. تكتب الباينري يعني هي باينري ولا لا، فتمام لو فولس يبقى هي ايه، هي مش باينري، مش باينري يعني ايه، يعني باينري دي داتا اللي هي بريزنس ابسنس، اللي هي انسيدنس واحد وزيرو، يعني السبيشيز ده موجود بيبقى واحد، مش موجود زيرو. طب لو هي، لو هي اباندنس بتعمل دي ترو، بدل فولس اعملها ترو. لو هي انت بتقيس على اساس الاباندنس بتستخدم مثلا ميثود معينه زي الكاو مثلا، دي الميثود، دي الميثود اللي هم الطرق دي، دي كلها الميثود كويس. طيب ده مثال بسيط للايه، للباكج و تمام، والايه الفانكشنز يعني اللي موجوده فيه. طبعا في باكج ثانيه اسمها فيجوال بلوك دي بتاعت الايه، بتاعت الفيجواليزيشن. طبعا هنا طبعا ايه في حاجات كتيره جدا، احنا عايزين الفيجوال بلوك 2 البي دي اف او ده الباكج اهي. طبعا ده هي ده اللي هي 2021، ممكن تلاقي منها فيرجن قديم شويه 2020 يعني 2022 كده. طيب ده الفيجواليزيشن عادي جدا، انت حضرتك تستخدم اهو، تعدي كل دي فانكشنز، كل دي فانكشنز اهي، كل دي فانكشنز تمام كده، كل فانكشن من دول بتعمل حاجه اهو. جيوم بار بتعمل البارز، البارز اللي احنا شفناها الاعمده دي، جيوم بوكس بلوت بتعمل البوكس بلوت اللي احنا شفناها في الفيجرز، كل حاجه بتعمل ايه حاجه معينه، جيوم ماب، جيوم بوينت لو انت عندك نقط معينه عايز تعمل لها فيجواليزيشن على فيجر تمام الكلام ده كويس.
طيب نرجع هنا. فحضرتك ازاي ان انت تتعلم سيلف ليرنينج؟ عندك اليوتيوب، عندك حاجات اليوتيوب، عندك كتب بيزكس اهيت، اليوتيوب عليه كل حاجه، وجوجل بالذات. جوجل ليه؟ لان في ريبوزيتوريز، تمام كده، في ريبوزيتوريز كتيره جدا. اوري حضرتك دلوقتي ازاي ايه بتبقى تبقى موجود عليها الاسئله اللي هي الايرورز اللي بتقابل حضرتك، يعني الايرورز اللي بتقابل حضرتك تبقى موجوده على ريبوزيتوريز، تمام كده. الريبوزيتوريز ديت ابراهيم، ده ابراهيم. طيب هنا الريبوزيتوريز ديت مثلا ايه زي ايه؟ اقول لحضرتك مثلا اهو، ده ار دوكيومنتيشن، ده موقع في ريبوزيتوريز، وفي في الار ار دي ار ار دي برضو، الداتا كامب اللي هي في حاجه تانيه، الجيت هاب ممكن تلاقي عليه برضو حاجات كتيره جدا. انت مجرد ما تبحث في جوجل، الستاك اكستشينج ده ممتاز جدا جدا، الموقع ده ممتاز جدا، بتقابلك ايرورز في الار، تمام. بتخش على المواقع ديت، او انت اوريدي بتكتب في جوجل الايرور، حاول تكتب كي ووردز مختلفه، حاول تبقى عندك صبر. انا ممكن اقعد، يعني حضراتكم الفيجرز اللي حضرتك شايفينها دي، طبعا حضرتك شايف ان هي ده بالار عملها بسرعه، لا ممكن اقعد يوم سليم عشان اعمل اكون الكود اللي بيعمل الحاجه دي، اكون الكود واشوف هنا واشوف هنا واشوف الكتاب ده واشوف الموقع ده واشوف طب ممكن استخدم ايه، طب ممكن انا اغير في الفانكشن، يعني ممكن، يعني مثلا زي الكوريليشن دي، الكوريليشن ديت ممكن تبقى موجوده على ابحاث بدون الاكس دي، الاكس السوداء دي انا، وفي الكتب برضه في الكتاب ده مش هتلاقي الاكس، ما حطش الفانكشن دي، انا حطيت الفانكشن دي لقيتها مثلا في موقع تاني، لقيتها في حته تاني. فطبعا انت تستخدم، ينفع تستخدم، طبعا احنا بنستخدم اكتر من باكج، ممكن يوصل ل 10 12 باكج في مرة واحدة، بس كل حاجة بتعمل حاجة. داتا مثلا بستخرجها من الورلد كليم داتا، اللي هي بدل ما اقعد انزل، هو بقول له نزل لي الفاريبل الفلاني، تمام، هو الار بقول له روح نزل لي، روح الموقع الفلاني نزل لي منه الداتا الفلانية، يروح يجيبها لي، استخرج لي البوينتس الفلانية، او اعمل لي فيش نت مثلا جريد سيلز، ولو شغالين في جي اس وكلام. طبعا الاستخدامات كتيره بالنسبه للايكولوجي، احنا ان شاء الله يبقى نعمل سيشن تانيه او ويبينار تاني يعني الايكولوجي، بس استخدام الار في الايكولوجي اللي هو التخصص بتاعي، و الستاتستيكال موديل والسبيشيال ديستريبيوشن موديل، كويس. دي طبعا ايه حاجات ادفانس، لكن احنا في العاده ان شاء الله برضو نعمل كورس يبقى في بيجنرز وفي انترميديت وفي ادفانس. الادفانس طبعا بناخد فيه اللي هي سبيشاليزد، يعني ممكن يبقى خاص ببتوع الزراعه مثلا، قسم كروبس مثلا يدرسوا تحت الكلايمت تشينج الديستريبيوشن، الكلام ده البريدكشن ده اللي هو الايه الموديلنج، في مثلا فيسيولوجي قسم نبات طبعا، وقسم حيوان اللي شغالين ايكولوجي او فيسيولوجي، كل ده بيستخدموا الايه الفيسيولايزيشن، بيستخدموا الاستاتستكس الادفانسد، ويستخدموا الموديلنج، تمام. لو حد بقى عنده اسئله يتفضل، كويس، لان احنا طبعا يا ريت الاسئله، يا ريت الناس اللي شغاله بالار، لان في حق يعني في الحضور طبعا دكاتره كتير شغالين بالار، يا ريت هم اللي يسالوا عشان خاطر ايه نفيدهم. وطبعا او اي حد يسال عموما يعني عادي، بس عشان بس الاسئله نقدر ايه نغطي كل الناس اللي هي شغاله بالار، تمام. اتفضل يا باشمهندس ابراهيم. شكرا جدا لسيادتك يا دكتور على المحاضرة القيمة دي، ما شاء الله محاضرة جميلة جدا ودسمة بالمعلومات، شكرا جدا لسيادتك. حالا يا دكاترة هنزل لينك الحضور للاستاذ اللي معانا ان شاء الله، الصوت مش واضح يا دكتور يا باشمهندس ابراهيم، الصوت مش واضح. صوتي مش واضح؟ سمعتك سمعني كده كويس؟ تمام، اتفضل. طبعا انا بشكر سيادتك مره اخرى يا دكتور على المحاضره القيمه دي، ما شاء الله محاضره دسمه ومليئه بالمعلومات، يعني شكرا جدا لسيادتك. الساده الدكاتره والاساتذه والطلاب والباحثين واخواتنا كلهم طبعا اللي حاضرين معانا، لينك الحضور النزول حالا.
ويعني إن شاء الرحمن نقسم يوم السبت أو تمام. الصوت برضو مش واضح، مش عارف انت في مشكلة عندك ماشي يا دكتور. حاضر يا تاني دكتور، تاني قول معايا تاني معلش قول تاني. حاضر يا دكتور، افتح لهم طيب، قول لهم اسألهم طيب الصوت واضح ولا لا، افتح لهم السبيكر. ماشي يا دكتور. دلوقتي عادي ولا عادي؟ افتح لهم المايك. طيب حالا انا فتحت الشات الدكاترة، هل صوتي واضح ولا في مشكلة برضو؟ استاذن حضرتك اكتب على الشات كده كده. لا الصوت كان بيقطع يا باشمهندس ابراهيم وانت بتتكلم عن لينك الحضور. حاليا واضح يا دكتور. ممكن اللي حابب يسأل تمام سؤال يعمل ريز هاند وحضرتك تفتح لهم فرد تمام فرد عشان لو سيبنا. شكرا يا الصوت دكتور واضح يا محمد على حبيبي. المحاضرة اتفضل. الله القيمة، يخليك بارك يا الله دكتور في عينيا، حضرتك. الله يخليك يا دكتور عينيا، ربنا اتفضل خليك. يجازيك اتفضل يا باشمهندس. ما شاء الله الله. الله يخليك، تسلم. اتفضل يا باشمهندس، قول لينك الحضور ماله. لينك الحضور حالا يا دكاترة، انا نزلت حالا اهو، بس في توضيح بسيط بس قبل ما ننزل المحاضرة على ساعة البرنامج الار واهميته واستخدامه وهكذا. هيكون في باذن الله زي ما الدكتور وضح برضه الكورس عبارة عن 3 ليفل، كورس المستويات المبتدئين باذن الله غالبا باذن الله من عارف ان شاء الله هنزل لحضراتكم. الصوت يا باشمهندس الصوت بيقطع بيقطع. طب دكتور ايناس ممكن حضرتك تتكلم؟ يا مستر يا دكتور انا ايناس. اه اتفضلي. اه اتفضلي. اتفضلي انا نزلت حضرتك لو في اي سؤال. اه ماشي تمام يا دكتور. هو باشمهندس ابراهيم حابب ينوه ان شاء الله مع دكتور محمد هيكون في كورس مفصل لدراسه الار بثلاث مستويات، مستوى المبتدئين ومستوى متوسط وادفانسد. اللي حابب يبقى يتواصل معانا، احنا كده كده التفاصيل الخاصه بكل كورس ان شاء الله هننزلها على المجموعات، ولينك الحضور هنعمل الشهاده ان شاء الله خلال يومين. اللي يسجل معانا هتنزل الشهادات على صفحه الفيسبوك بتاعه المنصه وصفحه العامه التليجرام ان شاء الله. وطبعا اللي حابب اي سؤال مع الدكتور يعمل ريز هاند وهناخد مداخلته والدكتور ان شاء الله يجاوب على حضراته. كان في دكتور متولي كتب في الشات، كان حد عنده سؤال، في حد قال عندي سؤال للدكتور. اه اللي هو دكتوره فؤاد، او دكتور فؤاد، سوري دكتور فؤاد، فؤاد اندر سكور ام 2020. اتفضل اسال. طيب استاذن سيادتك يا دكتور محمد اللي عايز ماشي يعمل ماشي ريز هاند يعمل ريز هاند ماشي عشان انا ريزي. هعمل محدش هيعرف يدخل غير لما انا افتح له اه الفرصه. تمام 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 يا دكتور. خلاص يعمل ريز هاند. تمام، يا ريت الناس اللي شغاله في الار يعني يعملوا ريز هاند بسرعه، او يعني ايه، او يكتبوا في الشات عشان او يكتب في الشات عشان يكون في تنظيم كده بدل ما كله يدخل يتكلم مره. طيب هو في دكتور فؤاد افتح له حضرتك وكتب في الشات. حاضر حاضر نشوف دكتور فؤاد. حاضر. طب يمكن ممكن يا دكتور فؤاد استاذن سيادتك اعمل ريز فاند عشان اعرف الايميل بتاع سيادتك. يا باشمهندس ابراهيم انت قفلت الصوت ليه عندك؟ انا منتظر يا دكتور اللي عنده طب اللي عنده سؤال. ماشي ماشي تمام تمام اتفضلوا الدكاترة اللي عنده سؤال. ايه يعمل ريزو فاند وانا ادخله ومفيش مشكلة، يعني مفيش حد عامل ريزو. هو البرنامج يمكن ما فيش ريز هاند ولا حاجة. لا لا ده في طبعا في طبعا. طيب بيضغط قدام ايه بالنسبة للسادة الحضور برضه بيضغط انا فتحت قدام عند الدكتور فؤاد. يا ماشي باشمهندس ابراهيم انا فتحت الدكتور فؤاد لان لقيته عامل ريز هاند. اتفضل يا دكتور مع حضرتك اتفضل. المحادثه. طيب اللي عنده سؤال يكتب في الشات. اتفضل يا دكتور فؤاد. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور محمد؟ الله يخليك دكتور فؤاد. انا متشكر جدا جدا، محاضره زي العسل. الله يبارك لك الله يبارك لك. الله يخليك. انا تخصصي انا دكتور في معهد علوم البحار والمصايد، وتخصصي تمام. تقييم مخزونات سمكيه. تمام. حضرتك اللي قلته على اليوتيوب واللي قلت على الكتب، والله انا منزل كتب كتير وسمعت، بس حته ان يكون حد متخصص في المصايد دي مش موجوده. فانا عاوز اطبق
عاوز اطبق شغل الار على الاستاتستيك في تقييم المصايد واداره المصايد واتعلمه، فهل ممكن حضرتك تساعدني او تفيدني اعمل ايه؟ انا يا ريت والله يا دكتور، عندي حاجات متعطله فعلا، الشغل القديم خلاص يعني ما عادش منه فايده، عاوز اعمل شغل طيب جديد. ماشي، هو يعني حضرتك عايز في مشروع مع حضرتك مثلا، عايز كونسلتنت في يعمل حاجه معينه ولا ايه، لا يا ولا دكتور، حضرتك عايز حاجات داتا بتاعت تتعلم؟ ابحاث ليا، عشان ابحاث ليا، تمام. معايا داتا وعايز، بدل ما احنا بنشتغل ببرنامج اسمه الفاي سات، ده تمام برنامج قديم من حاجه ومن حاجه و80، فعايز اشتغل بقى احلل بيانات ابحاثي دي ببرامج جديده زي الار، وخصوصا ان في بيانات بتكون قليله، فالار بيحل المشكله دي. طيب، ما انا قلت ماشي حضرتك، يعني انا ما فيش سؤال يعني محدد، تمام، سؤال جنرال يعني. طيب انا عاوز حضرتك اتعلم شغل اتقنت، المصايد بالار. ما هو دكتور، ما حضرتك بتعرف تشتغل في الار يعني، بتعمل اناليسز عاديه العاديه الانوفا والحاجات والكوريليشن والحاجات دي، بتعرف تعملها في الار؟ لا يا دكتور، لا طيب، ما انا قلت حضرتك واحده واحده، ما انت مش هتخش للادفانسد الا لما لازم الكتاب ده والكتاب ده تمشي فيهم على الاقل، هنا شابترين وهنا شابترين، حضرتك امشي بس بالجايد لاينز بالراحه واحده واحده. العمليه مش ايه، مش تخش في التخصص على طول، العمليه اقعد بس طبق كده، خد كودز، سطب الار الاول وبعدين سطب الار ستوديو وبعدين نزل. وصفت البكش بتاع المصايد تمام، وبص كويس كل جدا. حاجه والله والله، ولكن عندي مشكله ان ازاي استدعي الداتا من اكسل شيت ادخلها في الار ستوديو. ما تمام، ده بقى هنا بقى في الكتب اللي حضرتك قدام حضرتك دي، ار فور داتا اناليسيس، ده فيه لحد معاك، لحد ما تدخل الداتا وتعملها فيجواليزيشن، كل ده موجود في الكتاب ده، ار فور داتا اناليسيس ستيب باي ستيب، وموجود في الكتاب بتاع فاندامنتالز اوف داتا فيجواليزيشن اللي هو رشحه بروفيسور كبير هناك في جامعه ميشيغان، وعامل فيديوهات على اليوتيوب. انا اللينك بتاعه اهو، اللينك بتاع اليوتيوب اهو بتاع البروف ده، كويس، مش فاكر اسمه دلوقتي، هو وعامل برضو ويب سايت صغير اهو اللي هو ريفوموناس مينيمال ار ده برضه. حضرتك الفكره ان حضرتك بتقرا عشان تعرف تستخدم الباكجز، بس ماشي، ما في تمام باكجات والله يا دكتور، للسايد وفي باكجات للموديلنج وفي باكجات كتيره جدا، بس ازاي ابقى فاميليار، ازاي ابقى فاميليار باستخدام الباكجز؟ عن طريق ان انا براكتس، اطبق ازاي، ابدا بالكتب دي، اخد شابترين من هنا وشابترين من هنا وشابترين من هنا، واطبق بقى الكود، اخد الكود وادخل داتا. طب الرو داتا فين؟ الرو داتا حضرتك مع الكتب يعني، يعني في كتاب، هو حضرتك ايكولوجي برضه يعني، شغل حضرتك برضه ريليتد للايكولوجي. ريليتد للبيئة. يا ريس، ريليتد للبيئة خالص. فالكتب بتاعت الايكولوجي دي، الثلاث كتب دول، داتا اناليسيس ده فور لايف ساينسز، والار بتاعت ريسير الايكولوجي، والنيوميريكال ده، الثلاث كتب دول بينزل معاهم السي اس في فايلز اللي هي الاكسل شيت، ما هو الاكسل شيت بتاعتهم. بتاعتهم اللي هو استخدمها، اللي هو والكود داخل الكتاب، يعني الكود موجود في الكتاب والسي اس في موجود، هتنزله حضرتك مع الموقع اللي هو جوه الكتاب، سواء جيت هاب او اي ريبوزيتوري، تمام. وهتطبق على طول، يبقى 100 100 الدنيا، والاوتبوت موجود في الكتاب، يعني الكود والاوتبوت موجودين في الكتاب، بس ناقص تطبق، وحضرتك وقت يمشي واحده واحده. تمام، مؤاخذة، قريت الكتاب اللي معايا ما فيش فيه اوت بوت، هو مديني الكود ومديني برضو انا يعني ازاي تدخل البيانات، ولكن ما فيش ماشي، ما هو هتلاقيه كتاب متخصص يا فندم، ما هو هتلاقيه كتاب متخصص جدا، بس لازم يبقى فيه، ما انا بقول لحضرتك، ما انا برشح الكتب دي ليه؟ عشان الكتب دي يعني سهل تتعلمها، وتبقى انت لو انت بقيت فاميليار بالباكجات، بعد كده هتقدر تخش في التخصص بقلب جامد. تمام؟ ربنا يستعين، ربنا يستعين. فحضرتك ان شاء الله الار، كتب البيزكس بتاعت الار تبدا معاها، وعلى اليوتيوب برضو تطبق اكواد. تمام، وبعد كده واحده واحده تخش في الايه، التخصص. ماشي يا دكتور، شكرا لحضرتك، شكرا يا والله شيخ، متشكر اتفضل، حضرتك يا دكتور محمد، الله حبيبي يخليك. يا العفو، جزاك العفو، الله خير، مع السلامه. شكرا يا باشمهندس الله ابراهيم. يخليك. مين اللي هيسال تاني؟ الصوت بيقطع، الصوت بيقطع. ابراهيم، فين ابراهيم؟ اتفضلوا. كان دكتورة إيمان الديب كانت عاملة ريزين، وبعدين تقريبا ما اعرفش بقى هتحبي تسألي. افتح لحضرتك المايك، اتفضلي يا دكتورة هو إيمان. فين الناس اللي شغالة بالار؟ فين الناس اللي شغالة بالار تسأل؟
مش عارف الناس مش كل بقى راحت فين. اتفضلي يا دكتور ايمن، فتحت المايك لحضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. حضرتك على المحاضرة الجميلة ديت، يعني الحق من الأول ما كناش نعرف الموضوع، لكن كنت رايحة حضرتك حياتي كتير جدا، وجزاك الله حضرتك بالخير. أنا بشتغل في النباتات. حضرتك بتشتغل إيه؟ بتشتغل إيه؟ في عقاقير. أه تمام. عقاقير. تمام. هو يا دكتور بالنسبه لنا الار حاجه مفهمه شويه، يعني هل هي ادفانسد ستيج بعد الانوفا وبعد التانكن وبعد الحاجات دي كلها، ولا مالهاش علاقه بيها؟ لا ده التانكن والانوفا دي حاجات. لا مش شرط، انا بقول لا مش شرط، انت بس تبقى فاميليار. يعني بقول الار طبعا الانوفا والحاجات دي الاس بي سيز كده كده بيعملهم، يعني ممكن ما تستخدمش خالص الار، يعني ممكن ما تستخدمش، لكن في حاجات مثلا بيج داتا، انت عندك داتا كتير وعايز تعمل فيجواليزيشن مره واحده، فيجواليزيشن شكله حلو زي ده مثلا كده، تمام؟ ده مثلا ما يتعملش في الاس بي سي اس، تمام؟ مثلا ايه انت حضرتك فين الاناليسيس ده؟ في اناليسيس بقى زي فاريشن بارتيشننج ممكن يتعمل في الكانوكو، لكن في الار لو انت عند حضرتك اكتر من جروب وعايز تعمل لهم، يعني الار ميزته بيوفر وقت كتير، وفي نفس الوقت انت ممكن تعمل فيجواليزيشن بكذا طريقه باكتر من طريقه، تمام؟ وتدخل باكجات في بعضها، يعني فاهم؟ بس فهو الفكره مش يعني مش شرط الداتا اناليسيس الاس بي سي اس، تمام؟ الانوفا والكلام ده كله تمام، لكن الار بيعمل حاجات ادفانسد زي ما قلت لحضرتك، زي الهيت ماب ديت وزي الكورليشن دي جاهزه زي. لكن انت في الاس بي اس ممكن تعمليها في الكورليشن عادي، بس هتاخد وقت بقى منك، لكن ودي شكلها ظريف. ده مثلا ده عشان تعمله في الاس بي اس والاكسل، تقعد لك يجي اسبوع، لكن هو في الار تكه واحد كود واحد بيطلع لك كل ده مره واحده. وبعدين برضه المجلات لما بتلاقي ان انت مستخدم الادفانسد فيجواليزيشن والار، فبتسهل عمليه النشر. انا الحمد لله ناشر 15 بحث كيو 1، انا ناشر توتال 30 بحث، 15 بحث كيو 1 ومعظمهم في امباكت فاكتور كويس 4 و5 و7، تمام؟ ما شاء الله. فالفكره المجلات مش عايزه بس فيجواليزيشن، عايزه فيجواليزيشن كويس انفورماتيف، عايزه ادفانسد ستاتستكس او ادفانسد ريسنت، يعني تمام العالم كله ايه بيستخدم او باكجات حديث، تمام. طب يعني حضرتك تحتنا نصيحه ان احنا نشوف قناه اليوتيوب او الفيديوهات اللي موجوده على اليوتيوب، احنا دخلنا على الكلام ده كله ومنزلنا فيديوهات بس تهنا، يعني انا حاسه ان ماشي ما انا النهارده بقى بقول لك ما تتوهش. اهو شايف السلايد دي؟ شايفه السلايد دي؟ اليوتيوب ده، شايفه اليوتيوب ده وده والموقع ده ومع الكتب دي، مع الثلاث كتب دي، امشي معاهم واحده واحده، بالذات الكتاب الاولاني اللي هو ستيب باي ستيب، ايزي ستيبس. الايزي ستيبس انت ممكن تقعد شهرين تقعد تتعلم البيزكس، وتبقى عشان بس تبقى فاميليار بالباكج وايه الفانكشن، هتقعد شهرين ثلاثه. انا اتعلمت في 3 سنين، انا اول سنه اتعلمتها في الار وانا في الصين، ما انا كنت قاعد بقى فاضي. الصين بتديني، كان منحه دوليه، الصين بتديني مرتب محترم، وقاعد فاضي بقى متفرغ، تمام؟ فكنت ايه اشوف بقى فيديوهات، اشوف كتب، وما كنتش واخد الاسره معايا، انا كنت متزوج برضو وكان عندي عبد الله، بس ما خدتش الاسره. ف برضو ده مش سبب يعني اقعد في الاوضه واحبس نفسك واشتغل. فبس دي البيزكس، هي الكتب اهيت، وامشي واحده واحده وما تستعجلش، وممكن تدخل كيوردز مختلفة، دي مهمة جدا جدا جدا، الكيوردز المختلفة سواء في جوجل أو اليوتيوب. يعني أنت عايز إيه بالظبط؟ أنا عايز مثلا أعمل أنوفا في الآر، هاو تو دو أنوفا إن آر، ماشي؟ أنا شفت بحث مثلا بيستخدم مثلا باكج معينة وحاسب بيها السبيشيز دايفرسيتي، السبيشيز دايفرسيتي مثلا باكج اي ان كان الباكج، ماشي؟ الفا او بيتا دايفرستي. فبقول مثلا في الار هاو تو دو مثلا كذا بيتا دايفرستي ان ار، او باستخدام الباكج الفلاني اللي انا شفتها في البحث، ويا ريت يكون بحث ايه منشور حديثا، تمام؟
بس انا مش عايز الناس تتوه، الناس بس تركز مع الكتب البيزكس ديت، مع الايه، مع الموقع ده، وبرده في مواقع كتيره طبعا. تمام، والمواقع برضو موجوده جوه الكتب، يعني الكتب ديت برضو فيها كودز وفيها فيجرز وفيها الرو داتا بتاعتها موجوده والكلام ده. تمام، جزاك الله خير. شوف الحاجة اللي بتسألك، شوف حاجة. على خير. العفو العفو، اتفضل. حد عنده سؤال تاني؟ اللي عنده سؤال في كده، حد كتب في الشات ولا؟ دكتور لو الناس عايزة بس اللينك في اليوتيوب، احنا ان شاء الله اللينك الكتب اللي البرنامج، حضرتك قلت عليها، لينك البرنامج الكتب بيبقى في حضرتك، تبقى ماشي لو اهو متاح في ليك الشات، ممكن تبقى تبعتهولي اللينكين وانا موجودين اهو. تمام يا دكتور، اللينكين موجودين اهم في تمام. السلايد دي، انا بنسخهم وكمان للشات برضه اهو. ايه، انا هاخدهم من حضرتك ونسيبهم على صفحة الفيسبوك والمجموعة. تمام، وانا بصيت في الريز ده هاند، دكتورة لقيت انيس، او يعني ناس كتير. حضرتك دكتورة انيس، انا افتكرت حضرتك دكتورة من الحاضرين يعني. لا طيب انا دكتور هناك ماشي. مع حضرتك، ربنا يبارك فيك يا دكتور. طيب هو ده الار، وده الار ستوديو اللي هو ايه بنشتغل منه، ودايما طبعا بنشتغل من الار ستوديو، يعني تفتح الار ستوديو اهو زي اللي عندي ده، ما نشتغلش من الار، احنا بنسطب الار الاول، الار اللي هو الجديد، ار 4.2.0. تمام كده، بعد كده هنفتح الار ستوديو زي ده كده نشتغل منه بقى. تمام، الفكره انا طبعا ايه مش هشتغل بيه، بس اللي عنده سؤال بقى يتفضل. خلاص كده مفيش اسئله ولا ايه؟ ازاي فين الناس اللي بتستخدم الار؟ ناس حبطت ولا ايه؟ والله معاك، احنا سايبين الشات مفتوح عشان لو حد حابب، وبرضه اللي حابب اكتب في يعمل ريز الشات هاند يعني هم فين ريز الدكتورين، بس عندنا. بتضغط حضرتك على البارتيسيبانت وهتلاقي اللي عايز يسأل بيبقى قدامه كف كده، مفيش. هو دكتور فؤاد ودكتورة، في دكتور سند. دكتور سند هفتح لحضرتك المايك. اتفضل. السلام عليكم. اتفضل. السلام ورحمة الله وبركاته حبيبي دكتور محمد، ما شاء الله حبيبي، عليك، بارك سهل الله فيك، حبيبي، الله يخليك، ربنا يزيدك يا حبيبي، ربنا يبارك فيك. هو بس انا طبعا السؤال ده انا عايز اسمعه كويس، بس عندي النت مش حلو، كويس مش كويس، فبيقطع شويه، بس يمكن السؤال ده حد يستفاد منه. انا عايز احول التيف لاسكي عن طريق الار. انت بتسأل سؤال ديتيلد خالص، ماشي. التيف الايه الاصل؟ طيب انت دورت على النت؟ لا مش دوار. طيب ما دور على النت قبل ما تسألني، انت راجل بتعرف في الارض دلوقتي، وحضرت طيب حضرت ورك شوب قبل كده. طيب هاو تو، انت عايز تعمل ايه؟ هاو تو ايه؟ كونفيرت، صح كده؟ كيف تيف خلاص اللي هي اختصار محاولة لاختصار الراستر، يعني اختصار الراستر تو اسك، صح كده؟ ان ار، ادي يا سيدي، ادي الايه الاجابات اكيد ايه. فزي ما قلت لكم الستاك، ستاك اوفر فلو ده موقع ممتاز جدا، يعني السؤال ده اتسال زمان سنه 2013، واكيد في باكجات حديثه سهله، يعني سهل جدا حته التحول. تمام، في الترا باكج دي احدث باكج في العالم يعني، فاحنا ممكن نقول ان ار يوزنج تيرا باكج، يوزنج تيرا، ماشي. اهو اراستر تو، شوف ده بقى، شايف السؤال ده او الاجابه سنه كام؟ نوفمبر، من كام شهر. طيب برضه على نفس الموقع، او بص يا دكتور سند، الاجابه هتلاقيها هنا يا دكتور سند، دي تيرا اللي هي الباكج تيرا، خلاص تيرا دي بدل راستر باكج، ماشي وهي محمد، جواها باكجات كتير. فده الموقع والكود اهو تستخدمه، او اشيره معاك في الشات اهو. ماشي يا دكتور سند، اي خدمه. جزاك الله خير، شكرا يا صديقي، ربنا يبارك فيك حبيبي. الله يخليك، الله يخليك، يبارك. اتفضل، لو عنده سؤال يتفضل يسأل في الشات، او فين الدكاتره اللي شغالين بالار في الوطن العربي، اللي فين الاردن والعراق والسعوديه والامارات؟ هما بيقولوا ان مش كل الناس بيشتغلوا بالار لانه حديث، ومعظم الناس بتشتغل
برامج قديمه زي اس بي اس اس والحاجات اللي هم عارفينها واكسل، لكن هم البرنامج ده فعلا حديث، فطبعا لازم ان احنا نمشي مع يعني مع التقدم. ما اعتقدش ان هو حديث قوي يعني، بس هو الناس بتستسهل اللي عارفين يعني، ما بيحاولوش ان هم يعني يضيعوا. والار دلوقتي، الار دلوقتي بقى اوروبا كلها بتستخدمه. وطبعا جامعه الملك عبد الله في السعوديه دي جامعه من الطب طبعا، كلها اجانب بيستخدموا الار، وقطر يونيفرستي افضل 200 جامعه في العالم، جامعات كتيره جدا في الوطن العربي يعني ممتازه. بس الفكره ان احنا ايه، بس نجتهد وربنا يكرم. مين اللي عنده سؤال؟ نشكر حضرتك يا دكتور محمد، صراحة حضرتك ما قصرتش معانا، وعمالين احنا يعني بندور على الأسئلة من ايد او من لسان المستمعين. نشكرهم طبعا على حسن استماعهم وعلى تقديرهم لينا وحضورهم معانا، ونشكر حضرتك في الأول وفي الآخر على المحاضرة القيمة، وطبعا في الله انتظار يخليك، حضرتك دايما. شكرا تنورنا يا دكتور لكل على جهد. المنصة، يعني أي وقت احنا موجودين حضرتك تنورنا ومعانا دايما يعني، يا رب. متشكرين يا دكتور على جدا. خير إن شاء الله. شكرا، الله يخليك، مع السلامة. مع السلامة. برعاية الله، برعاية الله، مع السلامة.